حول ذلك تنضم إلينا ريا الحسن وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية. أهلا بك معنا سيدة ريا في أخبار المملكة. بداية، إلى أين وصل الحريق حتى الآن وما هو مدى السيطرة عليه؟ تم إخماد كل الحرائق اللي انتشرت على كل الأراضي اللبنانية. هلأ نحن خلص ولا حريقة بعد من بلعة إن شاء الله. يعني نتمنى أكيد السلامة للجميع. إلى أي مدى شكلت هذه الحرائق خطرا على حياة المواطنين؟ انتشارها أكيد كان بسرعة هائلة، والهواء اللي وصلت سرعته ل 50 كيلومتر بالساعة والتدني بنسبة الرطوبة خلت هالحرائق تنتشر بسرعة مهولة، وهذا الشيء أدى إلى بوقت من الأوقات عدم سيطرة الأجهزة اللي كانت على الأرض على هالحرائق. طيب أكيد في بلحظة من اللحظات بأوقات معينة صار في خطر على المنازل، على الأملاك العامة وعلى المواطنين اللي هم كانوا موجودين بهالمنازل، ولكن كل الأجهزة الأمنية تعاونت سوا لحتى تخلي كل البيوت، والحمد لله ما صار في أي إصابات بالغة. كان عندنا إصابات طفيفة، وفي حالة وفاة واحدة، شخص يلي هو ساند دفاع المدني وكان عنده حالة صحية من جراء استنشاء الدخان أدى إلى وفاته، ولكن الحمد لله بجهد الجميع ما صار في أي إصابات بالغة من عدا هالإصابة. طيب هل تم حصر حجم الخسائر؟ هلأ نحن بكرة يعني من خلال بعض الأجهزة، أجهزة إدارة الدولة من وزارة الزراعة حتى الفوضية اللاجئين السوريين، كمان رح تقوم هي بمساندتنا لحتى نعمل تقييم وإحصاء على كل الهكتارات اللي هي يعني أدت إلى احتراق، وبكرة إن شاء الله بيكون عندنا الإحصاءات الأخيرة. طيب سيدة ريا، يعني إلى أي مدى ساهمت مشاركة دول الجوار في إخماد الحريق؟ بكل صراحة كان في استجابة كاملة من كل الدول يلي نحن توجهنا لها. أول شيء بدي أتشكر المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك يلي يعني أبدوا كل استعداد لحتى يفضلنا طيارتين، وهم هلأ هاللحظة موجودين بمطار رفيق حريري الدولي، طيارتين طوفتين بوما سوبر بوما استخدموا من الأردن وموجودين اليوم. فنحن بنتشكر المملكة على استجابة سريعة لطلبنا. أنا حكيت مع وزير سفيرتنا بالأردن، وهي بالتالي حكيت كمان مع وزير الداخلية، وأنا تواصلت مع وزير الداخلية، وأول شيء وزير الداخلية قال نحن إن شاء الله بناء على طلبك نحن مستعدين لحتى نساندكم. ونفس الشيء رئيس الحكومة كمان تواصل بتخيل مع رئيس الحكومة الأردني، وكمان يأكد له أنه هالطوافات جاهزين، وبالتالي استقدمناهم من الأردن وهم الموجودين اليوم. بنفس الطريقة كمان صار في استجابة من خلال آلية تنسيق حاطينها مع الاتحاد الأوروبي اللي هم بيستخدموا طائرات من كل بلدان الجوار، من اليونان، من قبرص، من إيطاليا، حتى السعودية، مصر، كل البلدان أبدوا استعداد منهم لوحدهم أو في منهم نحن من خلال هالآلية كمان أوفدوا طائرات. فنحن متشكرين جزيل الشكر والامتنان لكل البلدان يلي ساعدتنا أو يلي أبدت استعداد لتساعدنا. السيدة ريا الحسن وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، شكرا لوجودك معنا والحمد لله على سلامة الجميع. شكرا.